go to Sharm el Sheikh. ما زلنا معكم، ما زلنا مع النجوم وفعاليات مهرجان السينما الأوروبية والعربية في دورته الأولى من شرم الشيخ. ما زلنا مع رحلة بحرية من محافظ جنوب سيناء بيهديها لكل ضيوف المهرجان عشان يشوفوا جمال شرم الشيخ. عيشوا معايا حصريات جديدة مع أحلى النجوم على المحور. شرم الشيخ كلنا متحدون مع التراث، كلنا مع ليلى علوي، كلنا مع الحملة اللي بتعملها ليلى علوي، وجزاك الله كل الحب والخير للحملة الجميلة اللي انت مسؤولة عنها، واحنا اهو كلنا وكل الفنانين وكل الموجودين، وعايزينكم انتوا كمان لازم تبقوا مع التراث. نبتدي منين؟ من دي؟ نبتدي من بلدنا، غنية جدا 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 بالأماكن الحلوة وتراثها كبير 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 كبير، سواء في الآثار وفي المعالم السياحية وفي السينما وفي كل شيء. فإحنا لازم نتعلم ونعرف قد إيه إحنا عندنا حاجة قيمة جدا جدا العالم كله بيحسدنا عليها، ولازم نعلم ولادنا إن إحنا نحافظ على ده. يعني طبعا الدعوة بتاعتك بتوصل دلوقتي حصريا من خلال جمهور المحور، عايزين تحطوا ايديكم في ايد ليلى علوي ونقف كلنا مع بلدنا ونقف كلنا مع تراث بلدنا، لان بلدنا مليانة مليانة بالحاجات الحلوة والخيرات، لازم احنا اللي نحافظ عليها. ليلى يعني طبعا عايز اعرف مين معاكي في الدعوة دي، يعني مين المجموعة اللي معاكي؟ هل في بلاد اخرى من خارج مصر، ولا دي يعني كلميني كده مين؟ يعني طبعا دي مسؤولية حملتها من اليونسكو، وبتمنى ان اقدر اعمل حاجة طبعا لبلدي في مصر، وبتمنى ان اقدر اكيد مش هبقى انا لوحدي، لكن ان شاء الله هيبقى في خبر قريب مهم جدا جدا، مش عايزة انا اعلن عليه دلوقتي غير لما يجي وقته. وهتبقى في حملة كمان ان احنا نقدر نحافظ ونسترد او نحمي تراث كبير في العراق وفي سوريا وفي جميع البلاد العربية. يعني مش هتبقى بس على مصر، لا مش هتبقى مسؤوليتي انا بس، لكن هتعاون مع اللي بيعملوا ده في سوريا، مسؤولين في سوريا وفي العراق وفي ان شاء الله. ودي حاجة يعني انا يعني حطها تارجت ليا ان شاء الله. يعني طبعا ده انا بقول ان لازم الفنان مش بس رسالة فنية بيقدمها، ولكن ليه رسالة اخرى تجاه بلده ورسالة انسانية، سواء كانوا سفراء او حتى من غير المنصب من غير اللقب، لان انا عارفة ان انتوا كنتوا بتعملوا حاجات كتير للبلد من غير ما تكونوا انتوا في موقع مسؤولية. يعني احنا مسؤولين، انا اي مواطن هو مسؤول عن حاجات كتيرة قوي قوي في بلده، والمفروض ان هو يدعمها، والمفروض ان هو يحميها، والمفروض ان هو يحط سبوت يعني يبقى مهتم بيها وخايف عليها وعاوزها تبقى احسن حاجة. لو انا النهاردة ماشية في الشارع ولقيت حد بيرمي حاجة، بقوله لو سمحت ما تعملش كده، في سلة، في باسكت، في حاجة اعمل كده. لو لقيت النهاردة واحد بيكتب على جدران جامع او كنيسة او مبنى شكله حلو، اقوله حرام عليك انت بتشوه ده. انت فاهماني ازاي؟ فمهم قوي ان احنا ما نكتسبش العادات السيئة اللي هي فيها لامبالاة وفيها إهمال وفيها، العين لازم تبقى شايفة دايما الحاجة حلوة عشان ترتاح نفسيا، وعلشان دي ثروة يعني ده تراث، تراث ده هو ده. في بلاد كتيرة جدا ما عندهاش تراث، بتخلق تراث من أشياء. ايوه، فاحنا المفروض نعرف احنا عندنا ايه ونحافظ عليه. انا بشوف ان المواطن مسؤول عن كل حاجه في بلده، مسؤول عن نفسه وعن اسرته وعن تكوين المسيره بتاعته، لكن لازم يبقى المناخ اللي هو فيه كمان مشجع وحل. فما نقدرش نحمل مسؤوليه الدوله، مسؤوله، لكن ما نقدرش نقول ان هي بس
احنا كمان مسؤولين مسؤولين على المنطقة بتاعتنا، مسؤولين على السلبيات اللي احنا بنشوفها لازم نواجهها. انا بشوف انا النهاردة مثلا ممثلة وبهتم بالسينما وبالثقافة وبكل انواع الفنون، لكن النهاردة برضو بقول معقولة احنا في مكان جميل وفي رائع زي ده ومفيش سياحة، البلد فاضية، المحلات واقفة، طب يعني خلاص عدوا 6 سنين، المفروض دلوقتي يبقى الامان موجود. وادي مثلا احنا الشهر ده بس في شهر فبراير واول مارس وفي كام شخصيه عالميه جت وزارت واثبتت ان كل حاجه كويسه. وبعدين على فكره النهارده كل البلاد العالم بيبقى فيها مشاكل بتحصل ومتفجرات واللي كل بلاد العالم، وما بيحصلش كل بلاد أزمة العالم في وحصل في مطار بلجيكا وبلجيكا وفي فرنسا واللي كل ده، لكن بناخد حذرنا وبنقول نساعد الامن في ان هو يعملوا شغلهم مظبوط، ما نعترضش. ليه؟ لانه ده امن. فلازم ياخد وضعه ومجاله اللي يكون فيه حفاظ على امن المجتمع وعلى امن الضيوف اللي بتجولنا، وده حاصل. بس فاحنا بنقول لهم ان احنا كلنا بنقول ان بلدنا فيها امان، ان احنا حضننا مفتوح لكل العالم، وحضننا الطيب بيقول بلدنا جميلة وبلدنا فيها خير حلو، تفضلوا عندنا. انا عايز اقول لك حاجة، اولا انا ما باركتلكيش على وجودك في المحور، فانا بقول لك انت مكسب كبير جدا 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 لاي قناة انت بتبقى موجودة فيها ومنورة المحور، وجمهور المحور كله سعيد ان انت موجودة. منورت المحور دايما، منورانا ومنورة جمهورك، انت الفانز بتوعك بيدعموني في كل حتة وانا بشكرهم، ليلى علوي السند ليا واللي بيدعمني في كل مهرجان وفي كل حلقات ليلى، ودايما بيعملوا لها دعايه كبيره جدا، بكبر بيكي والله. انا كمان بشكرهم جدا جدا جدا، وبجد يعني عايزه اقول لك ان هم يمكن فتحوا عنايا الحاجات انا ما كنتش واخده بالي منها. انا بشكرهم حب جدا. حب الناس جدا. ده حاجه حلوه قوي، دي اغلى اهم ثروه. وانا دايما بقول انا غنيه جدا 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 بحب الناس، وهي دي ثروتي الحقيقيه الحمد لله، وده حقيقي. وانا رهنت عليكم وكسبت الرهان ان عندي اصدقاء بيدعموني وبيحبوني واقفين جنبي وفي محنتي طبعا، فانتوا بجد الثروه الحقيقيه، يعني ملايين الدنيا بجد ملهاش قيمه جنب صديقه جدعه تحبك وتقف جنبك، وده مهم جدا، حافظوا على الصداقه. طبعا الصداقه دي اهم حاجه. يعني بعد العيله الأصدقاء. يعني أنا دايما بشوفك يا ليلى مع أصدقائك ما بيتغيروش، وبشوفهم الحمد لله. الحمد لله. فده بيدل على المعاملة الحلوة أو أن أنت إنسانة كويسة. لما أشوف أصدقائك هم الأصدقاء اللي كنت بشوفك معاهم من أيام المشاغبات الثلاثة ومن أيام يا دنيا يا غرامي ولسه مكملين، وممكن ألاقي ليلى مثلا عندها تصوير ألاقيهم هم مع مامة ليلى، ألاقيهم هم مع خالد، ألاقيهم هم، يعني دي الصداقة الحقيقية، وده الكنز. فده دليل على ان الانسان الكويس اصحابه بيستمروا معاه العمر كله الحمد لله. ولان برضو الاختيار بيبقى مهم. ودايما علشان لازم يعني لسه كنت بتكلم انا وصاحبتنا الهام برضو يا دنيا يا غرام ايوه، ان لا بتعملي مجهود علشان مجهود حلو تستمتعي بيه علشان تحافظي على اصحابك، وده المفروض. يعني مش يعني انا دايما بقول الحياه كده، يعني خد وهات خد وهات، ما حدش بيدي على طول وما حدش بياخد على طول. فانا بشكرك وبشكر كل اصحابي بجد اللي واقفين جنبي في كل حاجه، وانا بقول ان الصداقه دي يعني احلى حاجه في الدنيا. واحنا بنحبك يا ليلى، ودايما منوره مهرجانات مصر، دايما داعمه مصر. ولسه بقول لنجلاء بدر بقولها لازم تتعلموا من ليلى والهام ويسرى دعمهم وحبهم للمهرجان، انتوا جيل بعيد عن المهرجان، وده مش رفاهيه وفسح وفساتين، ده انتوا بتصنعوا حاجه حلوه لمصر ولسياحتها وثقافتها. ما تبعدوش، الجيل ده لازم يتواجد، لازم يبقى موجود يحارب معاكوا علشان المهرجانات بتاعتنا تكبر في كل محافظات مصر. يا رب يا رب يحمي مصر ويخلينا كل اصحابنا الحلوين. شكرا.
ما زلنا معكم وما زلنا مع نجوم من شرم الشيخ من أجمل مكان في الدنيا. عايزين نفضل كلنا مع الحملة ديت، ندعم ليلى علوي في حملتها، ونفضل كلنا محافظين على التراث مصر الجميلة الغالية اللي فيها أجمل أماكن وأجمل حاجات حلوة إحنا بنفتخر بيها. ما زلنا مع النجوم وأحلى النجوم ومهرجان السينما الأوروبية والعربية حصريا على المحور.